قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والمكاتب الكويتي والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة بافتتاح عدد من المشروعات التنموية لخدمة أهالي عدد من قرى محافظة أسوان. وتضمنت المشروعات التنموية تسليم 24 صيادا من صغار الصيادين من أهالي قرية الرغامة مركز كومومبو مراكب صيد حديثة وأجهزة صيد بتكلفة إجمالية تقارب 750 ألف جنيه. شمالاً أو جنوباً وفي كافة ربوع مصر يترك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بصمته في خدمة الفئة الأولى بالرعاية. فهنا في جنوب مصر داخل محافظة أسوان يفتتح التحالف الوطني من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية إحدى كياناته عدداً من المشروعات التنموية التي نفذت المؤسسة بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي. في محافظة أسوان يمكن أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا عاملين مشروعات بحوالي 30 مليون جنيه. المواطنين هنا بالذات الأكثر احتياجاً لازم يعيشوا حياة آدمية وحياة كريمة فعلاً زي ما السيد الرئيس عبد الفتاح دايماً بيقول لنا. طبعاً إحنا ننظر للحاجة. وين الناس وشنو حاجتهم؟ تكون عندنا دراسة ميدانية بالبداية بالتعاون مع الجمعيات المتواجدة مثل صناع الخير، فهم يسوون الدراسات وإحنا نشرف عليها ونطالع ونتأكد من فعلا الحالات هذه محتاجة، ومن هنا نسوق حق المشاريع الخيرية هذه ونكفلهم إن شاء الله في هذه. مسجدان تم افتتاحهما بقرية بلانة مركز نصر النوبة، أحدهما أنشئ على مساحة 140 مترا ويسع ل 400 مصلي، والآخر تم رفع كفاءته، بالإضافة إلى دار حفظ للقرآن الكريم. الجامعة كان تطوير يعني مش زي الأول، دلوقتي اللهم صل عليه ما شاء الله ربنا يصلح لنا وحالهم، يعني وضبوا الجامعة تاني وعملوا ترميمات تاني وعملوا ركبوا المكيفات تاني. أقرب كلمة أن أقولها أنه العمل فيه سخاء من العمل، حب يعمل حاجة لأهل المنطقة. قرب الجامعة للبيوت حاجة تانية يعني، فطبعا الواحد بدل ما يروح يصلي بعيد يصلي في المكان القريب عليه. وفي إطار مساهمة التحالف في رفع كفاءة البنية التحتية وحل مشكلات عانى منها المواطنون هنا بقرية بلانة، تم إنشاء محطة تنقية مياه للشرب يتم ضخها للأهالي طبقا للمواصفات القياسية. نشكر كل المسؤولين على المحطة، عشان في ناس كثيرة كانت بتتضرر من المية دي، فدلوقتي هتشرب مية نظيفة وهتشرب مية وانت مطمن يعني. مية نظيفة ومية قريبة هنا غير الأول يعني. وفي ظل جهود التحالف بقطاع التمكين الاقتصادي الذي يعد أهم المحاور في مساعدة المواطنين، تم تسليم مراكب صيد حديثة ل24 من صغار الصيادين من أهالي مركز كومومبو بالإضافة إلى أجهزة صيد، وذلك بتكلفة إجمالية تقارب 1.5 مليون جنيه. بارك الله فيهم، ساعدونا بما يرد الله، احنا كنا برضو متلتتين شوية يعني في المعيشة دي، فهم سهلوا علينا حاجات كثير. استلمت مركب حضرتك تمام، ونشكر جمعية صناع الخير والتحالف الوطني انهم ساعدونا، وده مصدر رزق طبعا للاهالي. المركب دي هي يعني روحي ودراعي واكل عيشي يعني، بصراحة حاجة حلوة ويوم عيد هو يعني. مشروعات تعكس كم المجهودات المبذولة من قبل التحالف الوطني من أجل الفئات الأكثر احتياجا والتي يجني ثمارها المواطنون في كل أنحاء مصر.